لصالح الأعمال. الأخت بتسأل إن هي لو واحد بيكره واحد وقف معاه يتكلم معاه عادي، لا بأس بذلك، بل هذه من الأخلاق الحميدة التي نقول عنها أنها من المضاراة. يعني الواحد قد يجد في نفسه يعني عدم قبول لشخص آخر، ولكن مع ذلك يعامله بما يرضي الله ورسوله، يعني لا يعامله بالإساءة، ولكن يقف ويستمع معاه ويتكلم معاه حتى لو كان في قلبه شيء من الكراهية. وقد ثبت أن رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال بئس أكل العشيرة، فلما دخل بش إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتكلم معاه بأريحية وابتسامة. فلما سألته النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نقره إن نبش في وجوه قوم يقولون تلعنوا. فإذا كان في كراهية، هذه الكراهية لا تحمل الإنسان على أن يسيء المعاملة للغير، بل يعامله بما يرضي الله ولا يؤذيه ولا يظهر أمامه بهذه الكراهية. ومسألة بقى كونه يقرأ ويقرأ دي مسألة تتعلق بالقلب، لكن أهم حاجة إن هذا الكره لا يؤثر في إعطاء لكل ذي حق حقه.